لو عايز تعرف بقى اخبار حصريه هنروح معاكم لفقره التوب سيكريت، واللي خلالها طبعا بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش هتلاقوه في اي مكان تاني غير هنا في 7 في 7. عرفنا بقى ان الجهاز الفني للفريق الكروي الاول في النادي الاهلي بقياده السويسري طبعا ريني فايلر استقر ان هو يضم 2 لعيبه بس خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه عشان طبعا يدعم بيهم صفوف الفريق. 7 في 7 عارف ان الثنائي اللي هينضم للنادي الاهلي هم محمود كهربا لاعب قفش البرتغالي الحالي والزمالك السابق، وطبعا بعد ما انهت كمان معاه لجنه التعاقدات في النادي الاهلي كل التفاصيل الخاصه بانضمامه للفريق، وهيتم كمان قيد اللاعب في القائمه الافريقيه. اللاعب الثاني بقى هيكون مهاجم افريقي قوي. اكيد النادي الاهلي دلوقتي بيتكتم على كل التفاصيل، ولكن اكيد اللي هيحسم الصفقه دي هو النادي الاهلي لصالحه، وده طبعا بسبب رغبه اللاعب ان هو ينضم للفريق. اكيد كلنا كمان متابعين وعارفين ان فايلر طلب ان هو يتعاقد مع مهاجم افريقي متميز في الانتقالات الشتويه، وده هيكون على حساب جيرالدو، وده كمان بنسبه كبيره جدا لغايه دلوقتي. ولكن في حاله بقى ان جيرالدو تالق وتمسك بيه الجهاز الفني، فهتكون وجهه النادي الاهلي هي صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم الافريقي وضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولين العرب والمنتخب الاولمبي، واللي اعلن برضه ان هو عنده رغبه ان هو يرتدي التيشيرت الاحمر او فانيله النادي الاهلي في حال عدم احترافه في اوروبا. الناس بقى اللي بتسال النادي الاهلي ازاي هيجيب صفقات جديده في يناير وهو اصلا القائمه بتاعته مكتمله. النادي الاهلي عنده 5 استبدالات استخدم منهم لغايه دلوقتي 3 بس.